فول وبصل الله يبارك فيك. يعني مهم جدا، لان الا الملائكه تتاذى منه. الله يبارك فيك. حلو قوي السؤال ده، قلنا ممكن يفوتنا. انزين يا ست، اول حاجه البصل ده النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اكل بصلا او ثوما فليعتزل مسجدنا وليصلي في بيته. قالوا: يا رسول الله، اهو حرام؟ قال: لا، ولكن الملائكه تتأذى اللي ستك بتقولي مما يتأذى منه الناس. تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عايزين تاكلوا بصل اميتوه طبخا، يعني سويه عشان الريحة تبقاش موجودة. طيب يا سيدي، انت عايز تاكل بصل كله في يوم، بلاش ما تنشنش على الجمعة. ده الناس بتستنى الجمعة لك بقى ايه، نفطر بقى كلنا وياكل. طيب فتتأذى الملائكة مما يتأذى منه الناس. وحتى قبل ما نسيبها واحنا ماشيين، وستك قلت: ربنا يبارك في حضرتك، اذا كان الحلال ذو الرائحة الكريهة كرهه النبي صلى الله عليه وسلم في أن أذهب المسجد به، فما بالك بالخبائث وشرب السجائر وغيرك مما له رائحة النفاذ. نسأل الله لنا ومن ابتلي بهذا أن يعفيه ويعفينا. أنا بشوف الناس قبل ما تدخل تقوم رامية السيجارة، أنت مش عارف إن يعني إزاي ده حضرتك، ده هو ده السيجارة معاه لحد المسجد والسيجارة معاه هو جوه دورة المياه، إذا كان هيتوضأ وجوه دورة المياه. يا أخي أنت تذهب، وأقسم لك أنني أحيانا أكون ساجدا فأكتم نفسي لان من بجواري مش قادر مش عشان بس هي مكروهه ولا حرام ولا غيره، انا مش قادر اخد نفسي. طيب نمره ثلاثة، الناس اللي شربتهم بتبقى رجليهم ايه يعني بتعرق وشربتهم بتبقى رائحه كريهه. الناس زي ما ستك قلت اللي عرقهم له رائحه ولم يغتسلوا ولم يتطيبوا. الناس اللي هدومهم تعلق بها رائحه مهنتهم، واحد بيشتغل في مهنه لها ريحه نفاذه، فكل هؤلاء يقاس عليه اللي ستك قلت أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه. يا أستاذة، الملائكة تتأذى من رائحة الطعام المباح، من رائحة الطعام نفسه، يعني واحد واكل طعام وله رائحة ولا له شيء من هذا غير البصل وغير الثوم، أي طعام أي طعام، لا الملائكة تتأذى من ذلك. فإذا أراد أن يذهب إلى الجمعة وأراد أن يتقبل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: إذا اغتسل وتطيب وذهب إلى الجمعة وأنصت ولم يلغ وصلى، غفر الله له ما بين الجمعة إلى الجمعة التالية وزيادة 3 أيام، الحسنة بعشر أمثالها. إذا كنت تريد أنك تقرب بدنه، إذا كنت تريد أن يقول بكل خطوة صيام سنة وقيامها، إذا كنت تريد أنك أنت تبقى من حديث ثالث سنة، نقول سيدنا عبد الله بن مسعود يذهب إلى المسجد مبكرا، وده برضو نقوله يذهب المسجد مبكرا، فدخل فوجد ثلاث، ثلاثة في المسجد وهو الرابع. فقال: رابع أربعة، وما رابع أربعة من الله ببعيد. قال: وما معنى ما رابع أربعة من الله؟ قال: يجلسون الناس أمام الله يوم القيامة على قدر بكورهم للجمعة. فمن ذهب أولا وقف أول، ومن أمام الله سبحانك الله، ومن ذهب ثاني وقف، وجئت رابع أربعة، وما رابع أربعة من الله ببعيد. نعم. فيعني إحنا لازم، ده أنت لو يعني لله المثل الأعلى، لو كان هناك جائزة ولا هناك هيتصور بس جنب واحد من بعد تجري وتروح عشان تبقى أنت أول واحد تقف في الصف. نعم. لكن إحنا في الصلاة وفي الطاعة وفي الحسنات، والله يضاعف لمن يشاء.